نحتفل بإطلاق الأولمبياد العلمي لليافعين، وهذا اليوم أتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات. هذا اليوم سيتيح الفرصة لأبنائنا من المراحل الانتقالية للتدريب على الأولمبيادات أو المسابقات العالمية، وبالعكس هذه فرصة لرعاية أفكارهم وتطويرها، وتكون هناك لجان تتابع هؤلاء اليافعين وتنمي قدراتهم العقلية ومساهماتهم أيضا في بناء المجتمع، في تطوير المواد العلمية والبحث العلمي. يعني أنا بعتبرها مشاركة لأبنائنا الصغار أو اليافعين في تطوير المجتمع. المراحل المقصودة أو الصفين المقصودين هنا صفين السابع والثامن رح يكونوا عنا، وبالنسبة لمراحل التسجيل رح يكون عنا المرحلة الأولى واللي هي التسجيل عم يكون أونلاين، رح يسجلوا بعد مرحلة قبول عنا، رح يتم بدء فتح أبواب التسجيل من 20 آذار، ومن بعدها معنا 10 أيام رح يكون مفتوح التسجيل، وبعدها رح يباشروا بالمرحلة الأولى اللي هي رح تكون اختبارات أونلاين بيقدموا مثل ما حكوا الأساتذة، ومن بعدها اختبار كتابي على مستوى المحافظات، والمرحلة النهائية اللي هي التصفيات النهائية بناخذ الطلاب 50 الأوائل من كل اختصاص، يعني 100 طالب رح يكون عنا، رح تكون خلال شهر أب.